أيها المسلمون، إن من أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان نعمة العقل الذي تُدرك به الأمور وحقائقها، ومعرفة النافع منها والضار. وبالعقل تميز الإنسان على كثير من المخلوقات، وعلى العقل مدار الأمور كلها، ولهذا تعلق به التكليف الشرعي. فبالعقل يعرف الإنسان الأمر من النهي، والحق من الباطل، وتدرك به عواقب الأمور وأسبابها ومسبباتها ونتائجها. لذلك فإنه مطلوب من الإنسان أن يستعمل هذه المواهب الإلهية فيما خلقت له، وأن يستدل بها على ما ينفعه في الدنيا والآخرة فيتبعه، ويعرف بها ما يضره فيجتنبه. والحقيقة أن العقل هو جوهر الإنسان وأغلى ما عنده، تميز به عن الحيوان. فلو أن إنساناً حصل عنده بعض الذهول في عقله في بعض الأحيان لبذل كل ما يملك وكل ما في وسعه للعلاج لإزالة ما ينتابه في عقله ولو كان وقتاً قصيراً. ولو انتاب عقله في السنة مرة واحدة، أليس هذا بصحيح؟ إذن فما بال أقوام يشترون لأنفسهم ويستعملون بأنفسهم ما يخل بعقولهم، وذلك باستعمال المخدرات. أليس الإنسان إذا تعاطى المخدرات غاب عن شعوره وأصبح كالمجنون يهذي بالكلام القبيح، وقد يسب نفسه أو يسب الله عز وجل أو يسب والديه أو محارمه أو أحداً من المسلمين؟ أليس إذا تعاطى المخدرات لا يدري ماذا يفعل، وقد يقع في المحرمات ويتلف الأموال ويقتل النفس المحرمة بدون حق، وقد يعتدي على أقرب قريب له وأحب حبيب لديه وهو لا يدري، لأنه قد غاب عن عقله وشعوره؟ أليس المتعاطي للمخدرات يعرض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة؟ فمتى ينتهي عن تعاطيه؟ وهذه كلها جرائم وآثام وأخطار تسببها هذه المخدرات. لذا حرمت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو ما اكتشف من نوع جديد من أنواع المخدرات يعرف بمخدر الشبو أو بما يعرف بالكريستال. وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت مؤخرا. يقول المختصون إن سرعة إدمان مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم. وأعداء الإسلام وضعاف النفوس وأعوان الشيطان يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابها ويبعدهم عن جادة الصواب وعن التمسك بدينهم الحنيف.